ايه اللي حدفوا علينا الساعه دي؟ شكلك عملت مصيبه. الوش ده هيعمل مصيبه باشا. المستودع ده دخل التاريخ بتشريفك لينا والله. اهلا اهلا اهلا. المنطقه كلها نورت يا اكرم باشا. ازيك يا معلم انشراح؟ الحمد لله الحمد لله يا باشا. انا كنت معدي على الحته قلت اسلم عليك. تسلم من كل راضي. وادي يا بضايا، شوف الرجاله بتوعي يشربوا ايه واكرم باشا يشرب ايه. لا لا لا، ملوش لزوم. انا بس جاي اطمن عليكي واشوف اخبارك ايه. في نعمه في نعمه يا باشا. واللي في نعمه يا معلمه مش يصونها ولا يفتري عليها؟ هو المؤاخذه يعني يا باشا، في حاجه حصلت انا ما اعرفهاش. وانت ما تعرفيش ولا ايه؟ انت عارف يا باشا انا طول عمري ماشيه في السليم، انا ماليش في الغلط، وانت حافظني كويس. لو في حاجه غلط هتلاقيني مسكتها من رقبتها وجبتها لك لحد عندك. يا رايه يا بضايا، انت بتلعب من ورا معلمتك ولا ايه؟ ده حتى يبقى عيب. يلا دي وليه نعمتك ولحم كتفك من خيرها وبتاكل من وراها عيش، ولا انت نفسك جايباك تدوق العيش بتاع السجن؟ وايه العباره يا باشا؟ انت هتستعبط يلا ولا ايه؟ ولا تحب ضيفك عندي في الاسم ودواءك حاجات احلى من العيش بتاع السجن؟ ما تنورني يا اكرم بيه، هو في حاجه حصلت انا ما اعرفهاش؟ هو انت ما تعرفيش يا معلمه ان ابضايا رقد للواد اللي اسمه حربي وكان عايز يقتله؟ عرفت يا باشا وما سكتش، وغلاوتك عندي جبتهم قدامي وصلحتهم على بعض، وخدت وعد ان مفيش قلق تاني. يعني ايه؟ انت اللي هتشيلي مسؤوليتهم؟ انا يا باشا بعون الله اتحمل مسؤوليه الحته كلها، بس ترضى عننا، انا رقبتي ليك. انا هعمل خاطر المعلمه انشراح عشان ست جدعه وبميت راجل زيك، بس اوعى تفتكر الموضوع عشان عدى المره دي تبقى فلتت من ايدي يا بضايا. انا لبسك 10 تهم في غمضه عين. احترم نفسك وامشي عدل، تمشي جنب الحيط يا بضايا والا هفرمك، فاهم؟ فاهم يا باشا. سلام عليكم يا معلمه. لا ما ينفعش والله يا باشا، لازم تشرب حاجه. ما ينفعش، دي زنا سريعه. ما ينفعش ما ينفعش اقعد اكتر من كده، عشان في حاجات غلط مش هقدر اسكت عليها. حاجات ايه يا باشا؟ ده انا في السليم. العيال دي تحت السن، يعني شغلها معاكي مش قانوني. يا باشا ما انت عارف ظروف اهل الحته، وبعدين العيال دي بتساعد اهلها في المعايش، فقراء وغلابه على قدهم، وبعدين ما ضربتش حد على ايده، هما جايين يشتغلوا هنا بمزاجهم. يبقى مش من مصلحه اي حد ان اجي هنا كتير، لاني ما اقدرش اشوف الغلط واسكت عليه حتى لو كان القصد منه خير. وصلت وصلت يا باشا. واي قلق انا بايدي هجيبه من رقبتي احطه تحت رجلك في المكتب عند حضرتك، بس ارضى عننا يا باشا. كله هيبان يا معلمه، كله هيبان. باشا الف سلامه يا باشا، الف سلامه. المكان كله نور يا سيد الرجاله. بيجي يشفط الهوا بتاع المكان. غباوتك هي اللي جابته لحد عندنا، ما كانش بيجي هنا، عامل لنا قلق، خليت الحكومه تجينا لحد مكاننا. جرايه يا معلمه بقى، جرايه ايه؟ بتنقرزيني كده ليه؟ ما انت شايفه كلامه بيكح جبس في وشي. دي مش نقرازه، يا ريتها نقرازه، يا تحذير. الباشا جاي لحد عندنا يحذرنا. تحب في الهيفه تصدر، لكن الكلام اللي بجد ورشوان بيه اللي واكل حقي ومش عايز يديني فلوسي بتجيب ورا هات. بكره يا برنسيسه الايام والليالي والسنين تثبت لك ان انا الوحيد اللي واقف جنبك وقافل عليك جوه زخنيق قلبي. حربي بص. الله راح فين؟ بروح اشوف عايز مني ايه تاني. صباح الفل على احلى ظابط فيك يا مصر. لحقت وحشك يا باشا. اصلك غالي عليا قوي يا حربي. حطيتني في دماغك ليه يا باشا؟ عمرك سمعت جمله قبل كده بتقول الوقايه خير من العلاج؟ الوقايه خير من العلاج. بتهيألي يا باشا عدت عليا كده وانا بطعم. اه او لزيك بقى انت وزمايلك الاجرام بيجري في دمهم، معاشش جواهم، ومحتاجين واحد زيي عشان يقصقص ريشهم اول باول. يا باشا ما حدش بيتولد مجرم،
هي بس ساعات الظروف اللي بتخلي الواحد يعمل حاجات غصب عنه. بعدين سعادتك ما سمعتش الجمله اللي بتقول الكابتن والد الانفجار. خف علينا شويه يا باشا، احنا مش محتاجين حاجه من الدنيا غير لقمه ناكلها وهدمه نلبسها. الله، ده انت طلعت بتعرف تتكلم كويس اهو. الدنيا بتعلم يا باشا والسجن بيعلم اكتر. بس ساعتك ما قلتليش يعني كنت عايز ايه. لا انا مش جاي لك، مش انت كنت لسه مأنسنا؟ طيب يا باشا طالما بقى سعادتك مش جاي لي اشوف انا اكل عيشي. السلام عليكم. يلا بينا يا محمد. نورت يا باشا. كان عايزك فين؟ مفيش، كان بيشوف اذا كان ريشه طول ومحتاج يتقصقص ولا لسه. بركه، ها هتلاقي لومه واستنى على القهوه عم نحاسب المعلمه ونيجي. فريره، السلام عليكم. بحرج المسا يا معلم ابو ضايع. يلا انده العيال خليهم ينزلوا البضاعه دي عشان تتمنها. قلت ياض انده مين؟ العيال؟ انتوا اللي هتنزلوا البضاعه بايديكم ولا على ايدك نكش الحنه انت وهو؟ ليه يعني؟ هو في نظام جديد ولا ايه؟ ايوه يا روح بابا في نظام جديد. هتركنوا انتوا الاثنين على جنب وتنزلوا البضاعه على جنب وتركنوا العربيه على جنب. انا بقى اقف على جنب لوحدي واشوف انا هفرز مين فيكم. ما تظبط في كلامك يا بضايع الصبح بقى. الله، خلاص يا زين خلاص. هو بضايع كده لسانه زفر على طول. ما يلا يا واد انت وهو هتصوروا بعض ولا ايه؟ الصبح قول يا مين دول؟ الرجاله ترشحهم بيه. راجل عنده مسابق كبيره قوي في البلد وبيتعامل مع المعلمه من زمان. صباح الخير يا ست الكل. خطوه عزيزه يا استاذ حنفي. يا عز يا طالب، مع اني زعلان منك واخد على خاطري قوي. تمنعي بضاعتك عننا ليه؟ عيب قوي. العيب هو اللي البيه بتاعك ابتدى بيه. ملوش لزوم الكلام، كتر الكلام يقل المعرفه. طلباتك تفتحي مخازنك تدينا بضاعتك من تاني الحلو. حد يكره يبيع؟ بس قبل ما تحمل ادفع اللي عليك الاول. اسمعي الكلام وعقالي يا معلمه، وانا وعدك ان رشوان بيه هيهدى ويلين ويرضى عنك ويرضيكي. انا مش طالبه غير رضا ربنا، مش رضا بني ادمين. وان كنت هازز طولك وجايب كل الطم ده معاك عشان تقول البقين دول، سمعت منهم كتير بدات ازهق. انا عندي كلمتي، تدفع تحمل. صعب قوي يا معلمه اجي لحد هنا وارجع بالعربيات فاضيه. قصدك ايه؟ قصدي يعني لو رجالتك تعبانين ومش قادرين يحملوا، رجالتي انا بقى تخش المخزن وتحمل، وساعتها الحساب يجمع. يعني هتحمل العربيات بتاعتك بالشقاوه؟ غصبانيه يعني؟ غصبانيه مش غصبانيه، انا قلت طالما جيت العربيات لازم ترجع مليانه يا حلوه. طب ما تقول كده يا راجل من اول ما جيت. ده انا عليا الاتنين ليك. ما انا حلوه ابو ضايع، شكلي اتضايقت. مش وانا عايش يا برنسيسه. استاذ حنفي صلي على النبي كده ونتفاهم بالهداوه. تثبت مكانك وارجع، ولو اي حد من رجالتك قرب هخلص عليه. مطوتك مش قلت لك ما تشويش دماغك؟ بلاش تقولي كلام انت مش قده يا حلوه. يلا يا رجاله خشوا المخزن، عايزكم تفضوه، مش عايز قشايه. على البركه، اثبت مكانك وارموا اللي في ايديكم لا طير رقبته. عنك يا حبيبي، لو حاجه تطلع غلط كده ولا كده تعور بيها نفسك. يلا قبل ما اخلي جسمه في حته وراسه في حته. سيبوا اللي في ايديكم، سيبوها. قول للفرقان اللي انت لاممهم حواليك دول يركبوا العربيات ويجروا في 60 دقيقه، ولو حد منهم هوب هنا تاني
هيبقى اخر يوم في عمره. بيتش يلا اقول ما تتكسبش. ماشي ماشي اخويا. يلا يا رجاله خدوا العربيات وامشوا. يلا والحساب يلا. يلا يا اخويا منك ليه عشان هنرش معايا. يلا وانت يا حليوه يا بوش سامح انت اتكل معاهم عشان انا اخول ايديا. غور زين معاهم انت ورجالتنا وتاكد ان الكتاكيت سابوا المنطقه خالص وارجع بلغني. يا سلام عيني. يلا يا اخويا منك شوم مش عايز اشوفك. اسال امك وهي ترد عليك. انت كده فتحت على نفسك باب جهنم. انا لو منكم اخاف اترعب. احنا ما بنخافش غير من اللي خلينا يا حبيبي. ها يا معلمه انت وشوقك بقى تحبي يعمل لي كيف الافندي ده؟ عايز الصحه يا معلمه. احنا نقطع رقبته ونبعتها لرشوان بيه عشان يعرف ان البرنسيسة وراها رجاله. النبي لا تقفل الميداليه اللي في ايدك دي احسن تعورك وانا بخاف عليك تخر دم. رايك ايه يا حربي؟ والله يا معلمه انا رايي نسيبه يحصر رجالته ويبلغ اللي مشغلينه ان لو حد فيهم هوب هنا تاني هنرجعه لهم رابعه. ده نفس رايي برضه يا معلمه. القول قولك يا حربي. اسمع هقول لك ايه. تروح لرشوان بيه تقول له حقي يبقى عندي. لو ما جاليش هروح بنفسي اخد حقي ومش هاخد على قفايا زيك. وما تنساش تقول له اهم حاجه ان انا حلوه. ماشي هبلغه حلو. يلا ذوق يلا ذوق يا خفيف. اركب يلا يا ابني يلا. خلعوا يا عيني وهم بالين هدومهم من الخوف. بس وقفت كام عيل كده انا درجاي على اول المنطقه يمكن يشاوروا عقلهم ويرجعوا تاني. عفارم عليك يا زين. بقول لك ايه انت تعمل ايه بالمسدس ده؟ المسدس ده هنشيله يا عم حربي يمكن ينفع في وقت عوزه. ربنا ما يحوجنا ليه يا عم. بقول لك ايه ادي الواد بركه يشيله هو بمعرفته. احنا مش عاقلين زيه. ماشي يا صاحبي. مش كنت سبتيني يا برنسيسة غب عليهم واحد واحد؟ خلص شغلك الأول وبعدين غب براحتك. ماشي يلا نجرق أشلحف انت وهو. عايزين نشوف البضاعة دي مسروقة من أني زخنوق. البضاعة بتاعت زين وحربي أنا اللي حافظها بنفسي بإيدي. خليك انت في البضاعة بتاعت الصبيان الصغيرين اللي على مقاسك كده. غلط أكبر غلط. زين قرب لي العربية هنا قدام المكتب. عايز اجرد البضاعة براحتي. تحت امرك يا ست الكل. تسلم لي يا حربي. راجل يا واد من ضهر راجل. واخدمك برقبتي يا معلمة. جامد يا واد قوي انت. ما بتخافش؟ لا بخاف طبعا. اوعى تكوني فاكره يا معلمه ان الرجاله اللي انت لماهم حواليكي دول وبيقولوا ان هم ياكلوا الزلط وما بيخافوش صادقين. لان اللي يقول انه ما بيخافش يبقى اكتر واحد جبان. واللي بيقول انه بيخاف يبقى عاقل قلبه حديد راجل بجد عارف هو رايح فين وجاي منين بيخطط ويدبر مظبوط. بعدين ما هو المثل قال يا معلمه يعني ما نخافش سلم. ولا انا بتكلم غلط لمؤاخذه؟ السجن غيرك يا وادي حربي. خلاك تقول كلام كبير وزي اللي بجد. اتعلمت هناك حاجات كتير يا معلمه. مش مهم انك تتعلم، المهم انك تنفذ اللي اتعلمته. وانا جاهز ومن ايدك دي لايدك دي. اطلبي مني اي حاجه وشوفيني هقدر انفذ ولا لا. تستعجلش على رزقك، ورق. مش يمكن يجي يوم اجربك فيه؟ ساعتها عمرك ما هتندمي. ولحد ما يجي اليوم ده انا تحت الامر والطاعة. صباح الخير يا جماعه. اهلا اماني. مش عادتك يعني راجع بدري النهارده؟ مره من نفسي يا اخي.
مدام راجعة بدري كده تبقي اكيد واقعة على حاجة جامدة قوي. يا ساتر على النقل والنبي نشوى، سيبيني لحسن ورايا شغلي وهلكان. طب سيبي اللي في ايدك ده وروحي لست الرئيسة، كانت بتسأل عليكي. خير؟ في حاجة ولا ايه؟ معرفش، لما تروحي هتعرفي. ماشي. طب اطلبي لنا بقى 2 نسكافيه لحد ما ارجع. نسكافيه؟ ماشي يا ستي، بس لازم تعملي حساب، انا هطلب وانتي هتحاسبي. اتفضل. خير يا مين؟ في ايه؟ خير، قالوا لي ان حضرتك سالتي عليا. وانا حصل عليكي ليه؟ معرفش، هم اللي قالوا لي كده. عموما انا مش فاكره ومش فاضيه وما عنديش وقت اضيعه. اتفضلي ولما افتكر هبقى ابعتلك. عن اذنك. اماني تعالي. افتكرت. تحت امرك يا فندم. انت اللي عملتي الموضوع بتاع التعذيب في اقسام الشرطه؟ ايوه، يا رب يكون عجبك. هو مش عجبني انا وبس، ده عجب كمان نعيم بيه. نعيم بيه رئيس مجلس الاداره؟ هو قراه؟ قراه واعجب بيه جدا وامر ان ينزل في اسرع وقت، وطالب منك سلسله مواضيع في نفس المشكله. بجد؟ انا هزر معاكي ولا ايه يا امين؟ انا اسفه. اتفضلي. متشكره، بعد اذنك. اتفضلي. اتاخرتي كده ليه؟ النسكافيه بتاعك برد. مش مهم. كانت عايزاكي في ايه رئيسة التحرير؟ فاكرة الموضوع اللي كتبته امبارح عن التعذيب في اقسام البوليس؟ وماله ده؟ هينزل في عدد بكرة او بعده بالكتير، ومدام شهيرة معجبة بيه جدا، ومش هي وبس، ونعيم بيه شخصيا معجب بيه. نعيم بيه السيوفي؟ ماشية معاكي حلاوة يا ست اماني، عقبال عندنا هنقر من اولها ولا ايه؟ سيبيني بقى اشتغل.